الناس ومرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا في العنوان جلو اب وغادي نديروا بزاف د الحاجات لهاد النهار هذا. غادي نمشي واحد الباصه زوينه وما عمرني مشيت لها صراحه واخا انا في مكناس ولكن عمرني مشيت لها. داكشي علاش غادي نحاولوا ما يمكن نقدوا هاد الحاله. البارح نعست بالماسكارا بسبب هادشي كامل كحل، غادي خصني نحيدو ونعاود ندير سكين كير ندير ليكرون ميك اب شويه لحقاش غادي نمشي لهذيك البلاصه زوينه وغادي خصني نصور تصاور الانستغرام فيديو يوتيوب. المهم راكم عارفين غادي نحاول نقاد هذه الحاله هذه خفا زربان لحقاش دابا ديال 10 بيلا وانا خصني 10 ونص نكون واجده. ما عرفتش شنو هذا اللبس باي ذا واي، هذا هو اللي كنت لابساه لحقاش هذا بوحدو اللي بقى عندي مجبود، جمعت الحوايج ديال الصيف ولكن الصيف مازال الصوت قلبت طاتيت. المهم تخافوا ما تدهشوا، هذا هو البلاكار ديالي لحقاش المهم راه تخسر اوبس. كيف ما كتشوفوا تقليبه اللي تقلبتي اني جبت هادشي ديال لي سخون الصوفا هذا ولحقاش كان بدل الحال السيمانه اللي فاتت وليني هاد السيمانه عاوتاني ما عرفتش شنو ندير. ودابا باش ما نضيعش الوقت لحقاش صراحه مازال ما لقيتش ما نلبس ندير غسل وجهي بعدا هو الاول الحداد عيون الباندا كيبقى يود داك الباب بحال هكا. عيني كلين نديرو كريم ديال الوجه لحقاش انا صراحة وجهي ناشف بزاف وكنحتاج ضروري كريم باش ميتقشرش. ومنهادشي كامل البارح كنت كنغسل يدي ولا وجهي ولا معرفتش داكشي وشعري كنطلق ودار بق في طاسة الماء صوت دابا البصه كامله راه مخسره ما عرفتش صراحه كي غتكون في حال. غادي ندير ليكرون بعدا باش ما يتشوطناش الوجه لحقاش راه الشمس حارقه. كنظن غادي نحل شعكاكتي دابا نشوفو هاكي ويلي شتو غادي خصني نصيفها ضروري ضروري ما حيتش ديجا مصيفها غادي نحاول نصيفها غير من تحت من البلاصه اللي خسر منها وصافي. بس ما بغيتش زعما يجي ما تلوك ما عنديش مشكله. غادي نصيبو ويبي من تحت باش يدغي دغي يصيب لي المهم انا عارفه اللايتين حاله ولكن المهم غادي نبدا دابا الميك اب. ملي كنت تسمعوا الميك اب تقولوا دير الميك اب ولا شي حاجه نقول نوريكم انا داكشي ديالي سو سيمبل. كنشد هاد اللون بحال هكا دير فوق عيني بيدي ماشي بزاف ما نقويش. المهم هذا توتوريال ديال المكياج بلا مكياج هكا غيجي البركة. عندي هاد اللعيبة هادي فيها بزاف فيها شي ثلاثة الألوان كنت خديتها أي ثينك من شي كلام وكنشدها كنشد هاد لابروس الكبيرة بحال هكا كندير هنايا ونيت هاد لابروس كنشدها كنديرها فوق عيني وي هادشي اللي عطا الله كنديرها كاملة فوق عيني هكا مكتجيش باينة بحال الميكاب بزاف ولكن ما كيعجبنيش العين تبقى صفراء. بعدين اي ثينك اتس جود نشوف نايس. انا ما كيعجبنيش صراحه الميك اب يكون كثير داكشي عندي هذا الايلاينر ندير بحال هكا بحال هكا. هذا ايلاينر ديال الماكازين ما عرفتش واش كيبان لكم صراحه ولا لا ولكن ماشي ديال الماكازين ديال البنادم اللي ما كيستقليش الايلاينر. غادي نديرو هنا خسرتو كاين هاني هاني يعني ما ماشي شي حاجه وغادي نمسحو. جبت المرايه نشوفها لحقاش صراحه من بالي بان قبيله مهم.
كيجي واحد غنقادو بهذا الراس ديال بحال هكا. المهم صافي انا غديت فهاد الشيء بان لكم ولا لا درت بحال هكا باش انا عندي داك واحد كيجي. المهم كيجي هكايا الا بغيت نطلع بزاف كيجي مقسوم مع شي من البنات. غادي نقد الشفار ديالي هادي هاد الاله ما كنستعملهاش ديما مره وغنديروا ماسكارا مشكاره شي سهل سالك بلا ما تالك. تن 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 او ماسكارا خطيره خطيره وصافي. كنرطب بغيت كنرطب ماي لبس بهاد العيبه ديال اريفلا سميتو بندر كيرينك على كيني. كندير فوق منو داك كارماتش خديتو في 1986 ومازال كنديرو لحقاش اللون ديالو زوين. اي ثينك صافي سالينا الله يجعل البركه. لوك سو كيوت. غادي نزيد شويه د الحمورة لحقاش بان لي فحال ما فيها الحمورة لا والو طاحش علينا السر. كيوت. المهم هادشي د ميك اب دان. دابا هادي مرها 10 و المهم 10 و السويلي المهم 11 خصني نكون واجده. غادي نرجع بعد هادشي لبلاصتو باش ما يسمعوش الهضره. تهرس لي ظفري وحنا بكل روح رياضيه غادي نقطعها لحقاش ما عندناش دابا الوقت فين نضيعو. دابا هو نورمالمون عندي هاد التيشيرت هذا ولكن واش غادي يزي ولا لا نشوف. اي ثينك اتس دان. لبست هذا حقا صراحة ما فيه اللي جبت شي حاجة من السيكان تيجي بحال هكا. خديت السروال مع السويطة مع الصراحة واش كيبان لكم ولا لا ولكن هكا جو. وفي الروايح غادي ندير هادي سميتها بينك فلامبي ديال زارا ويكاند 01. غادي نعاود نمشط شعري باش ما يبقاش يبان من الزيت. شو الفرق كيولي فريش وهنا كيبان مزيت. انا شعري ولا داير بحال مونيكا خلاتها خالتي. انا كيف الخروج كيف الخروج من اين الطريق.
estético. Y segundo, es ajuste. Por eso se lo tengo llamado a la y aquí viene pasado con la vieja. Un cocta di Egipto también. A la plaza di la hija. That's the king's main wife. Zuley Ismail is the main wife. She was the first one he met. Well, you know where he is. كيحلو مع ثلاثة. يا ذاتس إت، شي نشوفو فين ناكلو.